ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا الفقرة الثانية هتكون بعنوان شباب واعي بدون مخدرات. هيكون معانا فقرتنا لقاء فريد من نوعه مع عقامة من منسقين كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان. معانا الأستاذة أمل عبد الهادي، منسق الكتلة لمركز طنطا محافظة الغربية. أهلا بحضرتك يا فندم. وفضيلة الشيخ محمد عمار، منسق الكتلة عن مركز كفر زياد بمحافظة الغربية ومستشار الكتلة لدى وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. ومعانا أحد المتعافين من الإدمان، عبد الفتاح محمد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. خلونا في البداية كده نتكلم عن نوضح للمشاهدين نشاط الكتلة وبدأت إمتى، ويعني عايزين نتكلم بكل ما يخص الكتلة. نشاط احنا بنتكلم الاول عن بدايه الكتله، كانت في شهر 2 السنه دي، يعني بقالنا بالظبط كده 9 شهور. لسه بادئين. اوكي. وما شاء الله حققنا نسبه عاليه جدا. والميزه في الكتله ان هي تحت رعايه الاستاذه عنايات السنان، دي رئيس الكتله، دكتور عنايات السنان. بالظبط كده. ونشاطها مش عايزين واحد في مصر لسه بيتعالج من ادمان، مش عايزين حد مدمن. ده نشاط الكتله. بتعتمد على ايه بقى؟ اللي احنا بقيه الاعضاء بتوع الكتله، ان احنا بنستقطب جميع المدمنين على مستوى الجمهوريه كلها، ان احنا نعالجهم في المستشفيات بتاعه الدوله او المستشفيات بتاع القوات المسلحه. بصراحه فتحنا مجانا. اه. بس ايه اللي بيدعم ائتلاف الكتله؟ بمعنى مين اللي بيدعمها؟ يعني هي الائتلاف بتاع الكتله قائم على معالجه الادمان بالظبط، ولكن مجاني. ايوه بالمجان، من الدوله. من الدوله اللي بتدعم. تمام. طب فضيله الشيخ، هل التنسيق بيكون على مستوى الجمهوريه ولا محافظات معينه؟ قبل ما اقول موضوع التنسيق على موضوع المحافظات، اولا التنسيق موجود على جميع المحافظات. يعني في ناس من الغربيه، في ناس من المنوفيه، بالتناسق مع استاذ عنايات واعضاء الكتله، وكل واحد بيستقطب ايه حسب ايه اللي في محافظته او في مدينته. وعمل الكتله يعتبر عمل تطوعي، وكلنا نعلم ان العمل التطوعي ليه ثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل عمل خير من ايه، من اجل حب الوطن. وطبعا موضوع الكتله، الاستاذ عنايات لما جت فكرت في موضوع الكتله، يعني حبت تختار افضل الناس، يعني مش اي حد يخش الكتله. اللي بخش لابد يكون عنده العمليه خالصه لله، لابد يكون عنده حب للوطن، لابد يكون عنده غريزه العمل التطوعي، العمل التطوعي. والعمل اللي بيقوم به الانسان ده، اللي هو موضوع استقطاب المدمنين ده، احنا نعتبره بنقوم باحياء نفس، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صحيح. فده يعتبر عمل تطوعي، وفي ميزان كل انسان بيقوم به، وكل واحد له دوره في الكتله. يعني جزء عيلات لما كونت الاعضاء، يعني كنا اكتر، يعني 700 واحد، كنا اكتر من 700 واحد. فلترت الاعضاء في الوقت الحالي، يعني بقى حوالي 140 عضو فعال، يعني الناس اللي بتشتغل 140 عضو شغال على مستوى الجمهوريه، وما زال الاعداد ايه بتزداد، بس هي بتحب ايه تنقي بعض الناس، لان مش اي حد يخش ايه الكتله. فاللي يخش الكتله لابد يكون عنده اولا حب الوطن، دي اول شيء، الانتماء للوطن. الشيء الثاني ما يكونش عنده اي اتجاهات. احنا لسنا حزب سياسي وليس اي حاجه، ولكن احنا عملنا ابتغاء مرضات الله، بنساعد بنساهم في العمل التطوعي. والقوات المسلحه مشكورا فتح لنا المستشفيات، وطبعا بنستقطبوا المدمنين ونعرفوهم، بنهيئهم نفسيا وعلميا، وبنهيئهم بكل شيء، يعني ما يقوم به الاستاذ عنايات في موضوع الصالون. ومن خلال الصالون ايضا بنتلقى التعليمات من الاستاذ عنايات، ان كل واحد له دوره. بتعقد الصالون، بتعقد ادوات، بتجيب مثلا الرجل الازهري يتكلم من الناحيه الدينيه، بالتنميه البشريه يتكلم، الدكتور يتكلم، معانا جميع اطياف المجتمع، معانا قامات المجتمع المدني. يعني افهم من كلام حضرتك ان هي الائتلاف قائم على جميع المحافظات. يعني المدمنين لما بيحاولوا ان هم يروحوا عشان يتعافوا من الادمان، لو اتجه لاي كتله، لاي محافظه، يعني بيتم علاجه عادي. تمام. بيبقى عن طريق الاعضاء، متواجد برضو عن طريق الاعضاء. تمام. طب استاذه امل، التواصل بيتم ازاي مع المرضى؟ يعني ازاي بتعرفوا المريض ده عايز يتعالج؟ بتتوجهوا ليه ازاي؟ هل هو بيوافق ولا لا؟ هل من الاهالي هي اللي بتبقى طالبه التعافي من الادمان ولا هو الاهالي؟ رقم واحد.
ولازم يكون يعني احنا يعني ولا حاله جات لحضرتك ان هو اللي عاوز فعلا يتعالج؟ ما هي الاهالي هي اللي عايزه تعالج ولادها. لا انا اقصد المدمن، هو مفيش مدمن بيجي يقول لحضرتك انا عايز ابطل؟ لا طبعا موجود، لازم يكون عايز يبطل، ده رقم واحد ان هو عايز يبطل. تمام. وطالما عايز يبطل انا هساعده وبروح معاه وبنسكن الحالات، لازم يكون هو رقم واحد. اللي احنا بنتكلم في الاهالي بقى في حاله ايه؟ ان هو لو بدا يعمل مشاكل لازم الاهل بقى تدور عليكي. بتدور عليك ازاي؟ عن طريق اعضاء. عمل مشاكل ازاي يعني؟ بدا يبقى عالي على اهل بيته. تمام. اترفض خلاص بقى من تمام. المجتمع. تمام. يطلع عن شعوره او يكون مش واعي. طبيعي طبيعي تمام. اول ما بيبدا ان هو ما بيقدرش ان هو ياخد الجرعه اللي هي مطلوبه دي طبعا بيخرج عن شعوره. فاهاليهم رقم واحد. ثم المريض. ثم المريض بقى. بدايه المريض بتتعاملوا ازاي معاه من خلال بناخد المريض ده وبنطلع بيه على المستشفى حسب كود الكتلة اللي بتدوهولنا الأستاذ عنايات والمستشفى برضو اللي هي بتحددهولنا، وبنطلع بيه على هناك بيكشف بياخد العينة بتاعته، لو محتاج ان هو يدخل فوري بيدخل، لو محتاج ان هو يعمل متابعة بيعمل، على حسب بقى الطبيب هو اللي بيحدد. طب خليني بقى ارجع لعبد الفتاح اللي هو محور حلقتنا النهاردة. انا بجد سعيدة وفخورة بيك جدا. عبد الفتاح احد المتعافين من الادمان، قعدت تقريبا وقت قد ايه؟ خلينا بس نبدا من البدايه كده، انت من البدايه بدات ازاي؟ يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم من الاول كده، انا معايا مشكله مع المخدرات بقالي 15 سنه، يعني بضرب مخدرات بس بدات تاثر عليا فعليا يعني بقالها بتاع 4 سنين. حاولت ان انا ابطل مرات كتير بس ما عرفتش ان انا ابطل. فعرفت الاستاذ عنايات، حد عرفني بالاستاذ عنايات، ف جيت الكتله لقيت الناس مرحبه بيا وقابليني اني زي ما ما ترددتش ان انت تروح؟ ما ترددتش خالص عشان انا مش حابب اللي انا فيه يعني. كان عندي الدافع. وفي نفس الوقت شايف ناس، يعني شايف امثله مبطله بس انا مش عارف مبطلين ازاي. كنت محتاج حد يديلك الدفعه الاولى. يديني الدفعه. فبالفعل استاذ عنايات قامت موداني مستشفى، محولاني على مستشفى المطار. قابلت استاذ احمد صبري اخصائي هناك، الراجل ده دعمني وقام موديني مستشفى المنيا، مركز المنيا. في الاول قلت انا ازاي اروح ابطل في المنيا، بس انا قعدت ما بيني وما بين نفسي انا محتاج فعلا ان انا ابطل. قعدت وقت قد ايه في اعراض الانسحاب؟ يعني انا مسافه ما خدت العلاج قضيت اعراض انسحابي في الشارع، وبعد كده قمت رحت مركز التاهيل عشان هو ما فيهوش مركز لاعاده، ما فيهوش مركز ديتوكس اللي هو مركز سحب سموم. فروحت هناك توجهت هناك وقعدت وقمت هناك 60 يوم، وبعد كده الناس قدرت تتجاوز الفتره الصعبه جدا من فتره العلاج جدا عشان انا حابب، يعني انا حابب ان انا اغير. عندك الدافع. يعني مش حابب ان انا اشوف الشكل القديم تاني. وفي نفس الوقت يعني بتتعرف على ناس انا مش عايز اخسرها، يعني استاذ عنايات، اما بروح الكتله اشوف استاذ امل، الشيخ محمد، ناس كتيره بقابلها. طيب انا بس هاخد تجربتك على سبيل المثال. انت شايف ان المدمن ممكن يوصل يكون مجرم او يكون مغتصب او يكون سارق او يكون ايا كان بقى تحت مسميات كتير قوي يؤدي بيه الادمان لكده؟ اكيد. يعني انا حضرتك الشخص اللي قدامك ده مش هو الشخص برضه اللي هو ايام ادمان النشط يعني. فاللي هو ممكن الادمان ده اكيد، مش ممكن كمان يحوله بالطريقه ديت اللي هو يسرق ينصب يعمل جرائم من اجل اللي هو يجيب اي حاجه. بس انا الحمد لله يمكن انا ما وصلتش للمراحل ديت. لو وصلت لها وصلت لها عن طريق اللي هو اهل بيتي بس فقط لا غير. بس هو ممكن يوصل، والحمد لله ان انا برضه في نفس الوقت انا فوقت النفس بدري. يعني في ناس سنها كبير وفي ناس مش شايفه اللي عندها مشكله يعني المخدرات. وانا بالنسبه لعبد الفتاح يعني هو الادمان حضرتك مش شرط، هو في ادمانات كتير يعني، بس اللي مش مقبول اجتماعيا مدمن المخدرات. عايزه سبب واحد يخليك تبقى في فتره من الفترات كنت ضعيف فادمنت. سبب واحد يعني اللي هو حبيت اجرب تجربه. صديق يعني. حب يعني فضول. هسأل سؤال، يعني صديق سوء هو اللي خلاك وصلت للمرحلة دي؟ اتعرضت عليا وانا حب فضول ان انا عايز اجرب. هل في اسرة حضرتك مفيش حد بيتابع معاك، بيعرف ميولك، بيتكلموا معاك، بيتفاوضوا معاك، بيحكوا معاك في اي موضوع حاليا؟ لا، وقت ما فكرت انك تبقى مدمن. لا، هو كان فيه، هو كان فيه، بس انا كنت عندي ميول ان انا حابب الشارع، حابب ان انا اللي هو اجرب كل حاجه. طبعا هي
اهل بيتي مش قالوا لي اطلع اشرب مخدرات او تمام. الكلام ده كله تمام. بس انا عندي ولكن هم ما كانوش على علم. وفي نفس الوقت انا عندي السلوك الادمانيه اللي هو اللي انا حابب ان انا اجرب يعني في ميول ادمانيه ان انا حابب يعني هي افهم من كلامك انه هي كانت تجربه في البدايه كانت تجربه ادت الى الادمان ادت للادمان واللي هو تعطيك كل انواع المخدرات. فانا عن نفسي يعني انا بحمد ربنا ان انا مدمن متعافي يعني اللي هو بلاقي ناس تسمعني. لا انت بجد فخر لاي مصري. احنا بجد من خلالك النهارده انا بخاطب كل شبابنا لازم نخلي بالنا من صديق السوء. احنا عارفين جدا ان اي مشكله بتبدا من صديق السوء. هرجع لفضيله الشيخ وعايزه اعرف من حضرتك الناس دايما بتخاف ان هي تقدم على فتره علاج اذ ربما يبقى في مشكله مع شرطه او ان حد يبلغ او ان الموضوع ياخد اجراء جنائي او كده. راي حضرتك ايه في الموضوع؟ اولا الانسان طالما عنده نيه وعنده عزيمه ان هو هيتعالج خلاص طالما داخل مستشفيات اعتقد يعني خلاص ما فيش حد يقدر يقبض عليه لان طبعا بتلاقيه معاه كارته من المستشفى ان هو خلاص عنده نيه هو عنده عزيمه وعنده جديه ان هو يتعالج. فاعتقد ان كل مدمن يعني بقسيت اعضاء كل مركز وكل محافظه ان هم بيقنعوه ان هو يروح يتعالج طالما راح يتعالج خلاص وعنده النيه يعني اعتقد ما فيش حد يقدر. هو تقريبا عالجته استاذه امل عالجته قد ايه في المدمنين او يعني المتعافين؟ بالنسبه على يعني مستوى الجمهوريه هم 6000 يخص الكتله منهم 1050 واحد. شفاء تام على مستوى الجمهوريه لكن بخصوص الكتله 1050 بس. ال 1050 دولت عفوا ال 1050 دولت منهم 200 معافين و400 متسكنين والباقي ما بين التردد على المستشفيات. تمام. احنا طبعا حلقتنا مع الاسف خلصت ولكن احنا عايزين حلقات وهتكون ان شاء الله بدكتوره عنايه سنان تكون متواجده معانا وان شاء الله مزيد من التقدم واحنا بنتمنى لكم طبعا كل الخير ان شاء الله باذن الله. يبقى مش عبد الفتاح ولا الالف هيبقى كل شخص مدمن نحاول على قد ما نقدر يا جماعه ما حدش يخاف وهو ده هدف الكورت فعلي حقيقه يعني ما حدش يخاف ان هو يروح يتعالج. جرب انت مش خسران حاجه العلاج بالمجان كتله الائتلاف هي اللي عامله المبادره وما تقلقش ان هي كده كده ما حدش هيبلغ عنك ما حدش هيحطك تحت دايره. وبنشكر القوات المسلحه على فتح المستشفيات طبعا بتاعتها من برنامج رؤية. احنا بنشكر كل المساهمين او القائمين على هذا العمل والقوات المسلحه وان شاء الله باذن الله مزيد من التقدم لائتلاف القاهره لمعالجه الادمان وان شاء الله باذن الله كل شخص او كل شاب حابب انه يتعالج يقدر يتواصل مع كتله ائتلاف معالجه الادمان وان شاء الله نوصله انه يبقى متعافي زي نموذج مشرف جدا عبد الفتاح محمد. بشكركم جدا في نهايه لقائنا وان شاء الله تكونوا معانا في حلقات ثانيه اوعى ترجع لا مش هرجع. خلصت حلقتنا النهارده كان معاكم منى صالح انتظروني في حلقه قادمه ان شاء الله.